وزارة التربية السورية الثالث الثانوي العلمي مادة علم الأحياء يغطي هذا التسجيل الوحدة الأولى القسم الأول التنسيق العصبي الدرس الثالث بعنوان النسيج العصبي المحيطي أي الطرفي من الصفحة 26 حتى الصفحة 30 تقدمت مبادر الضوء بصوت المتطوعة ديما علي. تتعرض حياتنا لكثير من التغيرات، فتارة نعيش حالة من الراحة والهدوء وتارة تنتابنا حالة من التوتر والقلق. سؤال: ما الجهاز المسؤول عن تلك المتغيرات؟ الجواب: الجهاز العصبي المحيطي. يتألف الجهاز العصبي المحيطي من عقد عصبية وأعصاب. سؤال: ما قسم الجهاز العصبي المحيطي من حيث الوظيفة؟ الجواب: يقسم وظيفيا إلى قسمين، جسمين إرادي وذاتي لا إرادي. ننتقل الآن إلى العقد العصبية. تعريف العقد العصبية: بنى تحوي تجمعات أجسام عصبونات وخلايا دبقية تنشأ من العرف العصبي مدعومة بنسيج ضام تعمل كمحطة استقبال وإرسال للسيالات العصبية. سؤال: أحدد نوع الخلايا الدبقية التي تدخل في بنية العقد العصبية؟ الجواب: الخلايا التابعة أي الساتلة. أنواع العقد العصبية: 1- عقد قحفية على الأعصاب القحفية أي الدماغية. 2- عقد شوكية على الجذر الخلفي الحسي للعصب الشوكي. 3- عقد ذاتية أي مستقلة لا إرادية، وهي نوعان: 1- عقد ودية. 2- عقد نظيرة ودية. ننتقل الآن إلى الأعصاب. أتذكر ما درسته سابقا عن الأعصاب وأجيب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول: ما نوع الأعصاب حسب المنشأ والوظيفة وما عدد كل منها؟ الجواب: نوع الأعصاب حسب المنشأ: 1- أعصاب دماغية عددها 12 شفع. 2- أعصاب شوكية عددها 31 شفع. نوع الأعصاب حسب الوظيفة: 1- حسية. 2- حركية. 3- مختلطة. السؤال الثاني: يتألف العصب الشوكي من اتحاد جذرين، ما هما وما وظيفة كل جذر؟ الجواب: يتألف العصب الشوكي من اتحاد جذرين، هما: 1- جذر خلفي حسي وظيفته تمر فيه السيالات العصبية الحسية القادمة من المستقبلات الحسية إلى الجهاز العصبي المركزي. 2- جذر أمامي محرك وظيفته تمر فيه محاور الخلايا العصبية المحركة التي تنقل السيالات المحركة من الجهاز العصبي المركزي إلى العضلات والغدد. السؤال الثالث: كيف نميز بين جذري العصب الشوكي؟ الجواب: الجذر الخلفي حسي يحمل عقدة شوكية، أما الجذر الأمامي محرك لا يحمل عقدة شوكية. ننتقل الآن إلى الجهاز العصبي الذاتي. سؤال: أقارن بين تأثير القسمين الودي ونظير الودي على: 1- حدقة العين. 2- إفراز اللعاب. 3- القصبات الهوائية. 4- معدل ضربات القلب. 5- الكبد. 6- الأمعاء. 7- المثانة. الجواب: 1- يعمل القسم الودي على توسع الحدقة، وذلك بسبب تقلص العضلات الشعاعية للقزحية. أما القسم نظير الودي فيعمل على تضييق الحدقة بسبب تقلص العضلات الدائرية للقزحية. 2- يعمل القسم الودي على تثبيط إفراز اللعاب، أما القسم نظير الودي يعمل على زيادة إفراز اللعاب. 3- يعمل القسم الودي على توسع القصبات الهوائية، أما القسم نظير الودي فيعمل على تضيق القصبات الهوائية. 4- القسم الودي يسرع من معدل ضربات القلب، أما القسم نظير الودي فيبطئ من معدل ضربات القلب. 5- يعمل القسم الودي على تحرير الغلوكوز في الكبد، أما القسم نظير الودي فيعمل على تخزين الغلوكوز في الكبد. 6- يعمل القسم الودي على نقص نشاط الجهاز الهضمي وإفرازاته، أما القسم نظير الودي فيعمل على زيادة نشاط الجهاز الهضمي وإفرازاته. 7- يعمل القسم الودي على استرخاء المثانة، أما القسم نظير الودي فيعمل على تقلص المثانة. سؤال: أقارن بين القسم نظير الودي والقسم الودي من حيث: 1- المراكز العصبية. 2- العقد العصبية. 3- الأعصاب. 4- الوظيفة. الجواب: 1- توجد المراكز العصبية في القسم نظير الودي في جذع الدماغ والمنطقة العجزية للنخاع الشوكي وفي الوطاء، أما في القسم الودي فتوجد المراكز العصبية في القرون الجانبية للنخاع الشوكي في المنطقتين الظهرية والقطنية وفي الوطاء. 2- توجد العقد العصبية في القسم نظير الودي قرب الأحشاء أو في جدارها، أما في القسم الودي فتوجد العقد العصبية في: 1- سلسلتان على جانبي العمود الفقري
2- لب الكظر. 3- تخرج الأعصاب في القسم نظير الودي من جذع الدماغ كالعصب المجهول، ومن المنطقة العجزية للنخاع الشوكي كالأعصاب الحوضية. أما في القسم الودي فتخرج الأعصاب من العقد الودية إلى مختلف الأعضاء الداخلية. 4- وظيفة القسم نظير الودي يعمل على إعادة الجسم إلى حالة الراحة والهدوء. أما القسم الودي فوظيفته يعد الجسم لمواجهة الخطر وتهيئته للأنشطة الفورية. سؤال: كيف ترتبط العقد الودية مع العصب الشوكي المجاور؟ الجواب: ترتبط معظم العقد الودية مع العصب الشوكي المجاور بفرعين. 1- فرع واصل أبيض. 2- فرع واصل رمادي. استنتج: في المسلك العصبي الودي ترتبط معظم العقد الودية مع العصب الشوكي المجاور بفرعين. 1- فرع واصل أبيض. 2- فرع واصل رمادي. يوجد عصبون نافذ قبل العقدة يخرج ليفه من الجهاز العصبي المركزي، أي من القرن الجانبي للنخاع الشوكي، ويشكل مشبكاً في العقدة الودية مع عصبون حركي يقع جسمه في العقدة الودية وينتهي ليفه العصبي إلى العضو المستجيب. وردت ملاحظة تقول: تحرر جميع النهايات العصبية للقسم نظير الودي الأسيتيل كولين، بينما تحرر معظم النهايات العصبية للقسم الودي النور أدرينالين. سؤال: أقارن بين القسم الودي والقسم نظير الودي من حيث: 1- طول الألياف قبل العقدة والألياف بعد العقدة. 2- نوع الناقل العصبي في المشابك بين الخلايا العصبية في العقدة الذاتية. 3- نوع الناقل العصبي في المشابك بين الخلايا العصبية والخلايا المستجيبة. الجواب: 1- طول الألياف قبل العقدة في القسم الودي قصير وبعد العقدة طويل. أما في القسم نظير الودي فطول الألياف قبل العقدة طويل وبعد العقدة قصير. 2- نوع الناقل العصبي في المشابك بين الخلايا العصبية في العقدة الذاتية في القسم الودي هو الأسيتيل كولين، وفي القسم نظير الودي هو الأسيتيل كولين أيضا. 3- نوع الناقل العصبي في المشابك بين الخلايا العصبية والخلايا المستجيبة في القسم الودي هو النور أدرينالين، وفي القسم نظير الودي هو الأسيتيل كولين. سؤال: أقارن بين الجهاز العصبي الجسمي والجهاز العصبي الذاتي من حيث: 1- عدد العصبونات الصادرة عن كل منهما إلى الخلايا المستجيبة. 2- موقع جسم كل عصبون. الجواب: في الجهاز العصبي الجسمي عصبون واحد يقع جسمه في القرن الأمامي للنخاع الشوكي، أما في الجهاز العصبي الذاتي عصبونين، الأول جسمه في المركز العصبي الذاتي أي القرن الجانبي للنخاع الشوكي، والثاني جسمه في العقدة الذاتية. التقويم النهائي: أولاً، أختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي. 1- تحدث الاستجابة في ظروف الضغط النفسي والغضب عن طريق: ألف، القسم الودي. باء، القسم نظير الودي. جيم، تحرر الأسيتيل كولين من العصبونات بعد العقدية. دال، الجهاز العصبي الجسمي. الجواب: ألف، القسم الودي. 2- واحد مما يأتي لا يمكن السيطرة عليه بالفكر الواعية: ألف، العصبونات الحركية. باء، الجهاز العصبي الجسمي. جيم، الجهاز العصبي الذاتي. دال، العضلات الهيكلية. الجواب: جيم، الجهاز العصبي الذاتي. 3- بينما تجلس بهدوء لتقرأ هذه الجملة يكون جزء الجهاز العصبي الأكثر نشاطاً هو: ألف، الجسم الإرادي. باء، الودي. جيم، نظير الودي. دال، لا شيء مما ذكر. الجواب: جيم، العصبي نظير الودي. 4- الناقل الكيميائي بين العصبون قبل العقدة والعصبون بعد العقدة هو: ألف، النور أدرينالين. باء، الدوبامين. جيم، الأسيتيل كولين. دال، الغلوتامات. الجواب: جيم، الأسيتيل كولين. 2- أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي. 1- الألياف قبل العقدة قصيرة في القسم الودي وطويلة في القسم نظير الودي. التفسير: الألياف قبل العقدة قصيرة في القسم الودي لأن العقدة الودية سلسلتان تقعان على جانبي العمود الفقري، وطويلة في القسم نظير الودي لأن العقد نظيرة الودية تقع قرب الأحشاء في جدرانها. 2- يعطى المرضى في أثناء نوبة الربو
النور أدرينالين، التفسير من أجل توسيع الطرق الهوائية التنفسية. ثالثاً، ما العضو الذي لا يزود بعصبونات إلا من القسم الودي؟ الجواب: لب الكظر الذي يزود بعصبونات من القسم الودي، والغدة الدمعية التي تزود بعصبونات من القسم نظير الودي. رابعاً، أصف ما يحدث لكل عضو من الأعضاء الآتية إذا طلب مني الوقوف لإلقاء محاضرة لم أعد لها. 1- القلب. 2- الأمعاء. 3- الغدد اللعابية. 4- حدقة العين. الجواب: 1- القلب، تسرع معدل ضرباته. 2- الأمعاء، تثبيط. 3- الغدد اللعابية، تثبيط إفراز اللعاب. 4- حدقة العين، توسع. نهاية الدرس. نهاية